عايزين نعرف برضو كابتن ماهر بالمناسبة، يعني هل رؤية حضرتك تتفق مع كلام أستاذ سامي ولا مختلف معاه في نقاط معينة؟ لا أكيد بتفق مع كابتن سامي في كل الجوانب اللي قالها. يمكن بس أنا عايز أشكر جمهور النادي الأهلي، كان في صورة كده قبل اللقاء لغاية آخر دقيقة كابتن سامي بصراحة نهوان ده كريم، يعني حاجة تفرح. جماهير النادي الأهلي قاعدة على القهاوي وبره السور وعلى الأبواب وكل ده بتفطر ها، وبعد الفطار مستعديه بقى نخش تشجع فرقها، وكان منظر في استاد الاهلي والسلام جماهير النادي الاهلي تفرح. يعني انا بعتبر ان جماهير النادي الاهلي رقم واحد في كل المنظومه اللي احنا بنشتغل من كما هي العاده. ما كانش النادي الاهلي كرم الجماهير اصلا واهدى لهم درع ده النهارده بمرور 115 سنه، والدرع موجود في دولاب بطولات النادي الاهلي، ده تقدير من النادي لجماهير. طبعا طبعا، وده اقل حاجه كريم بنأديها لجمهورنا العظيم اللي بقى عنده وعي وثقافه بشكل كبير جدا، ويعني بيساند فرقته مسانده شرسه. صح، حتى لو زعلان، حتى لو ده اللي احنا شفناه امبارح تحديدا في الاستاد. انت مش راضي ودمك محروق على كل فرصه عماله تضيع بصراحه. خلينا نتكلم فير بقى، يعني احنا لازم نتكلم بصراحه. بس انت ما بتعبرش عن ده عشان ما توترش اللعيبه بتاعتك. لغايه اخر دقيقه انت عندك امل وثقه فيهم.